متابعي طقس العرب في الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث يسود الطقس غالبا صافي، 13 درجة مئوية، 55% نسبة الرطوبة، أما الرياح تكون خفيفة السرعة. بالمجمل نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم الثلاثاء، حيث تبدأ المملكة تتأثر بمنخفض جوي وجبهة هوائية باردة اعتبارا من ساعات ما بعد ظهيرة يوم الثلاثاء، وبالتالي الأجواء تكون رعدية وماطرة وباردة اعتبارا من ساعات ما بعد الظهيرة في عموم المنطقة الشمالية. إربد 24 إلى 12، المفرق 25 إلى 11، جرش 24 إلى 11، أما عجلون 22 إلى 9. بالنسبة للمنطقة الوسطى أيضا أجواء ماطرة ورعدية وباردة اعتبارا من ساعات مساء يوم الثلاثاء، البلقاء 25 إلى 11، عمان 22 إلى 9، الزرقاء 25 إلى 13، مأدبة 25 إلى 9، البحر الميت 30 إلى 17، مع أجواء ماطرة ورعدية مع ساعات المساء والليل. المنطقة الجنوبية أيضا أجواء غير مستقرة ماطرة ورعدية اعتبارا من ساعات المساء وما بعد الظهيرة، الكرك 22 إلى 8، الطفيلة 23 إلى 9، الشوبك 22 إلى 8، معان 25 إلى 10، أما العقبة 32 إلى 16. المنطقة الشرقية أيضا أجواء غير مستقرة اعتبارا من ساعات المساء والليل، أيضا هناك رياح نشطة متوقعة في المنطقة الشرقية، وبالتالي الأجواء تكون ماطرة وأيضا مغبرة في تلك المنطقة. أرويشة 30 إلى 11، الصفاوي 29 إلى 11، الأزرق 30 إلى 13. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.